طرابلس مع الزميل غدي بوموسى. غدي، كيف تستعد طرابلس لاستقبال قافلة الثورة أولا، وهل من تحركات أخرى منذ الصباح حتى هذه الساعة؟ التحركات الشعبية الاحتجاجية كانت خجولة اليوم في عاصمة الشمال طرابلس، أما الآن فنحن موجودون في حي التنك المقابل لكورنيش الميناء. حييك كاترين وبحيي المشاهدين. قبل دقائق وصلت مساعدات إلى هذا الحي بعد تقرير كانت قد أعدته الزميلة رشال كرم، وحضر بعض الأشخاص الذين قدموا المساعدات والتي هي عبارة عن حصص غذائية للعدد الأكبر من العائلات الموجودة في هذا الحي، والتي تفتخر كما نرى بعدسة الزميل هادي درويش إلى أبسط مقومات العيش. لا ندخل في هذه التفاصيل لأنها كانت واضحة في النقل المباشر للزميلة رشال، ولكن صورة مختصرة عن وضع المواطنين هنا يبدو ظاهرا الحرمان في هذا الحي حال حال أحياء أخرى فقيرة في هذه المدينة. حضرتك من سكان هذا الحي، عم بتقول أنه شكرا لكل شخص بفكر يقدم مساعدات، ولكن نحن حاجاتنا هي أبعد من أكل وشرب. أول شيء يعطيكم ألف عافية. للجديد أنه الحمد لله صار في حدا عم ينزل على هالمنطقة ويضوي علي لهالمنطقة. اسمعوا يا شباب إذا بتريدوا يا ودم. كمل معي كمل معي. الحمد لله أنه صار في حدا، وكتر خير الجديد ورشال كرم وغدي أخونا والشباب اللي عم تجي لتوصل وجع هالناس بهي المنطقة. هي المنطقة منا بحاجة كرتونة مونة ولا بحاجة، عفوا من كلمتي، لا حتوتي تعطيني إياها لبيتي، ولا بحاجة ربطة خبز تجيب لي إياها تطعميني إياها. أنت بدل ما تطعميني ربطة خبز وتعطيني كرتونة مونة، علمني كيف أنا بجيبهم. أنت ساعدني لحتى أنا أطلع من المستنقع اللي أنا فيه. أنا عم أحكي أنا لبناني، وهذا الشعب اللي هون لبناني. عندنا هون بقلب المنطقة أكثر من 500 عيلة لبنانية. منطقة راس الصخر من 15 سنة دفعوا لها تعويضات وطلعوها والعالم ارتاحت. نحن قاعدين عم يتاجروا فينا، قسموا الأراضي يا غدي، كل واحد هيدي أرض هون كلها مشاة، كانت كلها ملاحات وبرك وما برك. قسموا وبقى بالاحداث، هذا الحرومي اخذ له شقفه وهذا الحرومي اخذ له شقفه، وهذا اساسا ويرت شقفه بس هي كلها بحر واخذوها ملكهم. وهلا نحن اهل المنطقه هم في علينا دعاوي، بدهم بيوتهم وبدهم ارضهم. نحن بنناشد الدوله اللبنانيه اذا كانت موجوده فعلا يعملوا لنا مساكن شعبيه وينقذونا وينقذوا اطفالنا. بنناشد الجديد. نعم، يعني ابعد من مساعدات، انتم اليوم بدكم حل جذري للوضع. حل جذري، يا اما يعملوا لنا مساكن شعبيه، يا اما يضبطوا لنا هالارض بشان المي والانايات ما تطوف على بيوتنا. الحيايه يلي عم بتفوت كمان يلي والجرادين. ما بس حيايه، انا هلا اذا بفرجيك بقول لك انه حشائي مثلك، شوفي انواع حشرات مأذيه بتلاقيها بقلب بيوتنا. ويلي معه منا مصاري عم يجي بيرش بيته، يلي ما معه قاعد. يا اما يا صديقي يعملوا لنا مساكن شعبيه او يضبطوا لنا هالحاره، او يطلعوا يفتحوا لنا مستشفى لنحكم اولادنا ببلاش. عندنا اكثر من 70 هويه لبناني بمستشفى الحكومه مرهونين لانه ما حدا قادر يدفع. 70 هويه لبناني في بقلب مستشفى الحكومه، وانا على تاكيد من كلامي محجوزين. في ناس لحديت هلا عندي هاي هجوري، ها هاي هويته محجوزه. تعال قربي عليه. هويتك وين؟ الحكومه محجوزه على 100000. 100000 ما قدرت ادفع على 100000 محجوز. يعملوا ابني لقى جرثومه من ورا الزباله. يوصلوا وجعنا للناس، يوصلوا وجعنا بحقه، ما يوصلوا وجعنا انه والله يجعلوا قلب علينا يبعثوا لنا كرتونه مونه. الله يبارك بكل انسان عم يسعى للخير، بس انت ما تبعت لي بقى كرتونه مونه، انت بدك تنقذني انا لبناني. عملوا لجنه بتتالف من هالاغنياء البلد، يعملوا مساكن شعبيه ويشلحونا بقلبها لننضب وننستر. هذا زلمه ليكو قدامك من بعد امرك، دير كاميرا شوي عليه يا اخي. هذا الزلمه كنا مجموعين اول امبارح اهل الحاره لحتى نلم له 20000 20000 لنعمل له عمليه عم يتعالج من كونسيل. هذا زلمه اذا تفوت على بيته ما في ربطه الخبز ببيته. قال له من شو صار الكونسيل؟ وهذا واحد من الناس رفض كرتون تلموني، قال لهم انا بدي اتعالج بدي اعيش لربي اولادي، ما بدي كرتون تلموني، بدي حدا يعالجني. من شو صار الكونسيل؟ هذا اسمه فادي الحتاني. من ورا هالمي ومهالزباله اللي عم يشيلوها.
نحن عنا هون وجعنا كل جمعة يوم فادي وجعنا أكبر من المونة أخي. وصلت هاي الرسالة اليوم أنتم بدكم حل جذري من الدولة كرمال يا يعملوا لنا مساكن شعبية نعم. لك أخي لحتى نحن نستتر بقلبها. ما بدي ابني يربها هون. شكرا شكرا لك كمان. شكرا لكم. اختصار كتير الزميلة الإعلامية لينا زهر الدين حضرتك يعني جيتي مع البيك أب وقدمت المساعدات شفنا أنه كانوا عم بيقولوا شكرا ولكن عم يطلبوا كمان الدولة بأبعد من هالمساعدات يكون في حلول جذرية لهالوضع كونك إعلامية بطريقة مختصرة شو بتعلق على هالمشهد؟ نحن كمبادرات فردية وشخصية ما بنقدر نعمل شغل دولي. الدولة مستقيلة تماما من مهامة اللي عنا القليل اللي عنا عم نحاول نقدمه وبيعمل فرق يمكن كبير. بعرف انه هول الناس اللي هون بيوزعوا كرامات على الكل مش بحاجة لصندوق مونة ولكن بحاجة انه تلتفت هالدولة لوضع المزري. انا بسأل شي مسؤول هل شي واحد زار هذه المنطقة وبقي ضميره عادي ما أنبوا ضميره انه الناس عايشه بحزام بؤس وفقر وذل لهالدرجه يعني انا ما بعرف يعني شيء مش مقبول ما بيتصوروا لعقل ولا منطق اللي بيجي بس لهون ليشوف كيف الناس عايشه عايشين موت مش من قله الموت الناس عايشين موت كل لحظه وكل دقيقه بهالمنطقه. شكرا لك. هل ايضا الوزارات عم تبعت فريق معين ليكشف على هالاحوال اللي عم تمر فيها المواطنون في مختلف المناطق يعني تتعدد الأسئلة ولكن الواقع واحد هو إهمال بكل ما للكلمة من معنى. باختصار أخيرا كاترين فيما يتعلق بالتحركات كما ذكرتي في المقدمة التمهيدية المواطنون هم ينتظرون وصول قافلة الثورة تقريبا عند الساعة 4:30 أو 5 من بعد الظهر إلى ساحة عبد الحميد كرامي. أيضا سيكون هنالك تحرك أمام منازل النواب في المدينة ليتم رفع الصوت من أمام هذه المنازل ونحن طبعا باقون في طرابلس لننقل الصورة فور ورود أي جديد والآن نعود إليك. نعم شكرا لغدي بوموسى.